حكاية أسطورية عبارة عن حروب بين العالم العلوي والسفلي، بين الجن والبشر. مماليك تعيش على الأرض، عوالم غريبة ومخيفة. عالم الدماء ينتشر ليحكم العالم. في حكاية وقصة حوارية اسمها الحبر السري. في إحدى العصور الوسطى كان يوجد أسطورة تحكم العالم بالسحر الأسود، ويكتب جميع الكتابات في كتاب بحبر سري ولا يقرأه إلا هو بمساعدة الجن. كان قومه يأكلون الديدان ويتغذون على الفضلات والعظام. كان الأسطورة إذا أراد شيء فقط يقول واي، لأنه من قبيلة الوايات الحمراء. تلقب تلك القبيلة بالوايات الحمراء لأن جدهم كان مقطوع اللسان وكان يريد السيطرة على العالم. قدم نفسه قربان للجن من أجل المساعدة ونال ما كان يريد. أصبح إذا يريد شيئا فقط يقول واي، يدهن نفسه بالدم، لذلك يسمون بالوايات الحمراء. رحل الجد وبدأوا يتوارثون الحكم عن طريق هذا الكتاب. كان الكتاب فتحة فقط يؤدي إلى الهلوسة لمن لا يمكنه فتحه. كان مغلف بطبقة من الجلد البشري. في أول صفحة هذا الكتاب مكتوب الويل بخط غليظ وبدم الحاكم. تجدد الكتابة بالدم، بداية كل حاكم جديد، ولا بد الحاكم أن يكون من قبيلة الوايات الحمراء حتى لا تحدث مجزرة بين البشر والجن. وفي آخر حاكم من تلك القبيلة رفض تجديد الكتاب بالدم، فانقلبوا الجن على القبيلة، فدامت الحرب 100 عام. ومع تلك الحرب المدمرة للقبيلة وللجن اختفى الكتاب تلك اللحظة، ولم يتم العثور عليه إلا بعد 200 سنة من قبل شخص يسمى الخازوق. ما قصة الخازوق؟ وماذا فعل بالكتاب؟ الأسبوع القادم مع بداية الباب الثاني انتظرونا.